الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاستغفار بما يسمى بالسبحة أو الخاتم الذي فيه أرقام يعتبر بدعة؟ أقول هذه المسألة فيها طرفين ووسط، فمنهم من عظم التسبيح بالسبحة وجعلها من علامات الولاية ومن علامات تعظيم الذكر ومن العلامات التي يعرف بها العابد والولي من غيره، كما هو حال الصوفية أو غيرهم ممن انتهج منهجهم في مثل هذه الأمور. ولا جرم أن هذا أمر محدث مبتدع، فمن اعتقد في التسبيح بالسبحة أفضلية التسبيح بخصوصها وأن التسبيح بها أعظم ثواباً وأكبر أجراً عند الله عز وجل، أو أنها أدخل في باب التعظيم، فلا جرم أنه قد أحدث في الدين وابتدع ما ليس منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك فالصوفية عندهم كلما ترقى الإنسان في مدارج الولاية كلما كبرت سبحته حجماً وكماً حتى يوصلونها إلى 1000 حبة، ويكبرون حباتها حتى تكون يعني مثل الحجر الكبير. فهذا يعني دليل عندهم أن هذا الرجل قد بلغ مرتبة عظيمة من الولاية. وبينما قابلهم طائفة أخرى وقالوا ببدعيتها مطلقاً من غير تفصيل، وعلى ذلك بعض الفتاوى المعاصرة، قالوا لأن التسبيح بها لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. بينما الأقرب في هذا هو التوسط بين القولين، وهي أن نقول إن من سبح بها فلا يخلو من حالتين: إما أن يتخذها لضبط العد فقط، لا يعتقد أفضلية التسبيح بها بخصوصها، ولا يعتقد أن ثواب التسبيح بها عند الله أكبر وأكمل، ولا يعتقد فيها أي نوع من أنواع الاعتقاد، ولكنه فقط يريد أن يضبط العد بها، يريد أن يضبط العد بها. فإذا كانت هذه نيته فقط، فأنا أقول هذا يكون من الأمور المباحة التي تعين على شيء من الخير، من الأمور المباحة التي تعين على شيء من الخير، ومن الوسائل الطيبة التي تعين الإنسان على الاستمرار في ذكر الله عز وجل، فلا بأس بها ولا يطلب لها دليل بخصوصه. فإن من الناس من يكون عنده مجموعة كبيرة من أعداد الأذكار، وإذا أخطأ ثقل عن إعادتها أو ثقل عن تذكرها، فحينئذ يتخذ هذه السبحة لمجرد ضبط العد فقط. وهذا الأمر يعني اختاره شيخ، وهذا القول اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى، قال يعني فيما معنى كلامه: ولكن أكثر الناس يتخذونها لضبط العد، وهذا مقصد حسن لا بأس به، لا بأس به. وقد ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا أنهم ربما سبحوا بالنوى، وبعضهم كان يسبح بالحصى، فهم لا يتخذونها للتعبد بها بذاتها، وإنما يتخذونها من باب ضبط العد فقط. وأما إذا اتخذها الإنسان ببعض الاعتقادات التي لا دليل عليها، فلا جرم أنها تكون محرمة ممنوعة، إذا اتخذها معتقدا أفضلية التسبيح بذاتها وأن أجر التسبيح أفضل منه في غيره بغيرها، فلا جرم أن هذا لا دليل عليه. وبهذا التفصيل يتحرر المقام ويتضح القول الراجح في هذه المسألة، وهي أن الأمر يختلف باختلاف النية، لأن المتقرر أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها، والله تعالى أعلى وأعلم.